ولتسليط الضوء على ذكرى 15 لتمرير دستور الاحتلال في العراق، ينضم إلينا لبيدة الصميدة، عضو التحالف الوطني المعارض، عبر الهاتف من مالمو. أهلا بك سيد لبيد معنا. بداية، 15 عاما على تمرير الدستور الذي أشرف عليه الحاكم المدني الأمريكي بان الاحتلال، ماذا قدم هذا الدستور مما بشرت به أمريكا من ديمقراطية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. كما تفضلتم، مجرد إخراج الدستور في ظل بريمر، يعني في ظل الاحتلال، هذا يعتبر عيب ويعتبر يعد أنه باطلا، لأن أي حالة، خصوصا الدستور أو الحكومات التي ينتجها الاحتلال، فهي تعد باطلة. ولدينا في التاريخ أمثلة عديدة، على سبيل المثال حكومة فيشي في فرنسا التي كانت هي بالحقيقة عبارة عن دمية لألمانيا النازية التي احتلت فرنسا وأنشأت هذه الحكومة في ظل الاحتلال. ثم هناك أيضا انتخابات مدنية حصلت في حكومة سايكون في جنوب فيتنام كما نعلم، وذلك في عام 1967، يعني عندما كانت أمريكا تحتل جنوب فيتنام. هذه أيضا كلها باطلة، وبعد نجاح الثورة تم تحطيم كل هذه الدمى التي أسسها الاحتلال. والدستور العراقي حاله حال كل هذه الأمثلة التاريخية المعيبة. والدستور جاء بالحقيقة أدى فيما أدى إليه، أدى إلى هذا التقسيم أو هذا التمزيق في المجتمع العراقي، في نسيج المجتمع العراقي. هذا الدستور جاءنا بكثير من الألغام، وهم نفسهم الذين أشرفوا على صياغة الدستور، والجمعية العمومية التي تأسست من 100 شخص، وكانت المحاصصة أنشئت صنعت منذ ذلك الوقت، حيث كان 25% منها للسنة ونحو 20% منها كانت للأكراد والأقليات القومية والدينية، ونحو 55% للشيعة. هذه الجمعية هي التي أنتجت هذا الدستور، يعني هي وضعت الأطر الأساسية لهذا الدستور. لذلك فإن نتيجة الدستور كانت هي أيضا محاصصة وتقسيم طائفي وعرقي للعراق. هناك من يرى أن الدستور تضمن ثغرات هي التي أوصلت الأمور إلى ما هو عليه العراق اليوم. باعتقادكم، هل هي ثغرات أم أن مواد الدستور كتبت بعناية من أجل الوصول بالعراق إلى الواقع الذي يعيشه اليوم؟ نعم، الثغرات في الدستور لا تشكل شيئا مقارنة بالأزمات أو بالمشاكل التي أنجبها الدستور. يعني الثغرات موجودة، الثغرات التي أنتجت على سبيل المثال فراغا دستوريا نتذكره بعد انتفاضة تشرين، لكن هذا الفراغ الدستوري تم ضربه بعرض الحائط. نتذكر المادة 76، كثر الحديث عنها، مادة 76 و77 حول الكتلة النيابية الأكثر عددا، وحول إذا استقال رئيس الحكومة خلال 15 يوم يجب أن تتشكل حكومة. كل هذه ذهبت أدراج الرياح. هذه الثغرات بالحقيقة صغيرة بالنسبة للمشاكل التي أنتجها الدستور. يعني على سبيل المثال فيما يتعلق ب، أعطيك مثالا واحدا فقط، مادة 117 يعني في الدستور تقول يجب إقرار إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا بمجرد الفراغ من الاستفتاء الدستوري. يعني يجب على الشعب العراقي أن يقرها بدون استفتاء. يعني هذه المادة لم تخضع للاستفتاء. لماذا؟ لأنها بالحقيقة نتجت عن مساومات بين القوى العراقية في لندن، في مؤتمر لندن في ديسمبر 2012 تمت هذه المساومات، أنه أعطيني وأعطيك، يعني شيلني وشيلك. فإقليم كردستان تم إقراره قبل إقرار الدستور وقبل أصلاً صياغة الدستور. على سبيل المثال، مثال آخر أعطيك إياه، يعني تفضل، المادة 140 التي تتكلم عن المناطق المتنازع عليها، فهذا مصطلح معيب. هذا المصطلح يعتبر استفزازاً للشعب العراقي ولوحدة العراق. شنو المناطق المتنازع عليها؟ العراق بلد واحد، وطن واحد، أرض واحدة. شنو التنازع بين محافظاته أو بين ألويته؟ يعني هذه هي معيبة، هذه عيب من العيوب الكبيرة التي سببت مشاكل واحترابات لا زلنا نعيشها الآن. احترابات بين أبناء الشعب الواحد. دعنا نذهب إلى سؤال آخر سيد لبيد. يعني ضياء تشيكرجي، والذي كان مقررا في لجنة كتابة الدستور كما تعلم، يقول إن ممثل المرجعية أحمد الصافي ضغط عليه من أجل تثبيت فقرات منافية للحقيقة.
الدفع نحو الطائفية في حينها، كيف ترى نتائج مثل هذه التصرفات على واقع العراق اليوم؟ نعم، المسودة الأساسية أستاذ الكريم، المسودة الأساسية للدستور، أصبح الكل يعلم بأن الذي صاغها هو الصهيوني نوح فيلدمان. هذه المسودة عرضت على المرجعيات وعرضت على القوى السياسية وتمت الموافقة عليها طبعا بالتفاهم بين بريمر ومجلس إدارة بريمر والأمريكان والمرجعيات السياسية والدينية، لا نريد أن نسميها تسميات صريحة الآن. هذه المساومات بالحقيقة أنتجت أو بصمت على وثيقة أو مسودة نوح فيلدمان الصهيوني. لذلك وكانت هذه النصوص او هذه المسوده او المواد الدستوريه جاءت في ظل احتراب كما ذكرت في ظل تناقضات موجوده على الساحه العراقيه. كانت هناك مقاومه في جزء من العراق، وكانت هناك مساومه، وكان هناك هدنه او عدم مقاومه في جزء كبير من العراق أيضا. نحن نعلم تفاصيل ذلك، لكننا نريد أن لا نذهب إلى هذه التفاصيل. هذه ألقت بظلالها على الدستور. كان هناك أيضا على ما نتذكر بأن مسألة الفيدرالية التي طرحت بقوة في أكثر من مادة من مواد الدستور كانت تحت تأثير الخوف من عودة النظام السابق أو خوف من انتصار المقاومة على الأمريكان، وبالتالي إذا انتصرت المقاومة على الأمريكان يصبح الأحزاب التي جاءت خلف الدبابة الأمريكية كلها تصبح في مهب الريح أيضا. لذلك طرحوا مسألة الفيدرالية الوسط والجنوب على ما تذكر، من أجل أنه كخوف أو كصمام أمان في حال أنه نجاح المقاومة في الانتصار على السؤال الأخير سيد لبيد، يعني ثوار تشرين طالما نادوا بإسقاط الدستور الحالي كما تعلم، برأيكم في حين يعود شركاء العملية السياسية بتعديله، برأيك هل يصلح ترقية الدستور الحالي أو وعدت يعني المنظومة السياسية الحالية بتعديل الدستور؟ باعتقادكم هل يصلح ترقية الدستور الحالي ولو حدث ما شكل الدستور الذي يمكن أن يخرجه شركاء العملية السياسية الحاليون؟ طبعا مطالبة ثوار تشرين بإنهاء الدستور هذا وإعادة صياغته من جديد هل دل على شيء؟ إنما يدل على الوعي المتقدم الذي تمتاز به انتفاضة تشرين وأبطالها. لماذا؟ لأن أبطال تشرين يعلمون علم اليقين بأن أي عملية تعديل أو عملية ترقية للدستور ستجري في داخل قبة البرلمان، وحسب المواد الدستور يجب أن أي عملية تعديل أو ترقية سمها ما شئت يجب أن تحصل على الأقل ثلثي الأصوات، موافقة ثلثي الأصوات. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن حزبين من هذه الأحزاب الطغمة الفاسدة الموجودة في البرلمان، يعني الكتل الفاسدة الموجودة في البرلمان، إذا كتلتين ما وافقوا على التعديلات لن تمر هذه التعديلات. إذا قلنا أنه لننتظر ترقية الدستور أو تعديله، معنى ذلك أنه سلمنا الأمر بيد من؟ بيد الأحزاب الفاسدة هي التي تتحكم بعملية التعديلات. لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.